بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. توقفنا أبنائي وبنات الطلبة في كلية الحقوق جامعة الإسراء عند المحاضرة السابقة عند مبدأ السنوية، وهو أول مبدأ من المبادئ العامة التي تحكم الموازنة العامة. ونتناول في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى المبادئ الثلاثة الأخرى، وهي العمومية ووحدة الموازنة وتوازن الموازنة. وبالنسبة لعمومية الموازنة، فإنه يقصد بها أن الموازنة العامة لابد وأن تشتمل على كافة النفقات والإيرادات العامة مهما اختلفت أنواعها، بحيث لا تقوم أي مؤسسة عامة بإجراء مقاصة بين نفقاتها وإيراداتها. ورغم أن هذا المبدأ يحقق العديد من الاعتبارات السياسية والمالية على نحو تسهيل الرقابة ومحاربة الإسراف، إلا أن البعض حاول رمي هذا المبدأ بسهام النقد، حيث ادعى بأن هذا المبدأ من شأنه إضعاف الحافز على ضغط النفقات وعدم تمكين الإدارة من استخدام الأساليب التجارية المتعلقة بالحوافز والمكافآت، كما أنه يؤثر على مرونة العمل الحكومي. غير أن هذا الانتقاد وغيره مردود عليه، كونه يتنافى مع الواقع وما دفع المشرعون إلى تجاهلها والأخذ بمبدأ عمومية الموازنة. ومن هذه التشريعات التشريع الفلسطيني الذي أكد في المادة 6 من قانون الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة 1998 على الأخذ بهذا المبدأ. أما المقصود بمبدأ وحدة الموازنة، فهو أن تدرج كافة النفقات والإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية في وثيقة واحدة، وليس عدة وثائق بحسب الأصل أو عدة موازنات، وهو ما يحقق اعتبارات عديدة منها الاعتبارات السياسية والمالية والاقتصادية. وينبغي أبنائي وبنات الطلبة الانتباه إلى أن هناك فرق بين الموازنة الواحدة ذات الوثائق المتعددة والموازنات المتعددة. فإذا كان الأصل أن الموازنة تقدم في وثيقة واحدة، إلا أنه يمكن إلحاقها بوثائق ملحقة، ولا يمثل ذلك خروجا على مبدأ وحدة الموازنة، كما قد تكون هناك موازنات تكميلية في بعض الحالات الطارئة على نحو ما سنرى. لذا فإن التشريعات منها ما أخذ بتعدد الوثائق مع وحدة الموازنة، ومن ذلك تشريعات تشريع المملكة المتحدة. ولفهم الأمر على نحو الدقيق لابد أن نفرق بين العديد من المصطلحات، منها الموازنة المستقلة والموازنة الملحقة والموازنة غير العادية. فبالنسبة للموازنات المستقلة التي قرأها المشرع الفلسطيني التي نعرضها أمامكم، نرى أن المشرع الفلسطيني قد قرر موازنة خاصة مستقلة لعدد من الصناديق، وهي إما أن تكون بموجب اتفاقية دولية أو بموجب قانون أو عقود قانونية تبرمها السلطة الفلسطينية. ومن صور الموازنات المستقلة موازنة صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث أنه يتمتع بموازنة مستقلة عن موازنة السلطة الفلسطينية، فلا تظهر بنود نفقاته أو إيراداته ضمن الموازنة السنوية للسلطة. ومما تتميز به هذه الموازنات أنه لا ينطبق عليها أحكام الموازنة العامة إلا فيما ينص عليه قانون إنشائها صراحة، ومن ذلك أنها لا تعرض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها. ورغم ذلك يمكن للمجلس التشريعي الاطلاع عليها ومناقشتها، كما أنها تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية باعتبارها مالا عاما. كما أن الأصل أن إيرادات هذه الموازنات المستقلة لابد أن تغطي نفقاتها،
وألا تتحمل السلطة الفلسطينية بموازنتها العامة العجز الذي قد تؤول إليه موازنة هذه الصناديق. وبالتالي فإن الموازنة المستقلة تختلف عن الموازنة الملحقة والتي هي جزء من الموازنة العامة، وبالتالي فهي تعرض على المجلس التشريعي لمناقشتها والمصادقة عليها، كما أن رصيدها الإيجابي والسلبي أي الدائن والمدين يظهر في الموازنة العامة. ومن صور ذلك الموازنة الملحقة التي قد يقدمها مجلس الوزراء للمجلس التشريعي بعد إقرار الموازنة السنوية. وأخيرا هناك الموازنات غير العادية، وهي غالبا ما تكون موازنات طارئة نتيجة لظروف غير طبيعية، كأن تقرر الحكومة موازنة غير عادية لمواجهة وباء لم يكن موجود عند إقرار الموازنة العادية، وهذه الموازنة بطبيعتها تأخذ حكم الموازنة العادية ونفس الإجراءات من حيث التنظيم والمصادقة والإقرار من المجلس التشريعي أو من الجهة المختصة. أخيرا فإن مبدأ توازن الموازنة العامة من المبادئ التقليدية التي جرى تطوير مفهومها مع تطور الفكر المالي. وقد سبق أن قلنا أن الموازنة العامة تتسم بالعمومية والوحدة والسنوية، وبقي أن نفهم معنى مبدأ توازن الموازنة. فمبدأ توازن الموازنة من المبادئ المتطورة، بمعنى أن المفهوم التقليدي لمبدأ توازن الموازنة يختلف عن المفهوم الحديث لهذا المبدأ. فالفكر المالي التقليدي كان ينظر إلى مبدأ توازن الموازنة على أنه المقصود به التوازن الحسابي، أي أن النفقات العامة لابد أن تتساوى حسابيا مع الإيرادات العامة وألا يكون هناك عجز، بل كان ينظر الفقه التقليدي إلى العجز كأنه خطر داهم وكبير على مالية الدولة. أما بعد أزمة الكساد الكبير وما آلت إليه المجتمعات من مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية أخطر من مشكلة أو خطر الخلل المحاسبي أو عجز الموازنة الحسابي، وجدنا أن الفقه الحديث وفي مقدمتهم اللورد كينز رأى أن من الضروري معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل الموازنة حتى لو كان على حساب التوازن المالي. فالمطلوب هو تحقيق توازن اقتصادي في الدولة وليس توازن مالي. وبالتالي فإن الدولة يمكنها أن تلجأ إلى عجز الموازنة لإصلاح المشاكل الهيكلية المتعلقة باقتصادها. لذا فقد عمد كينز إلى وضع سياسات نقدية ومالية لمعالجة الأزمة، منها التمويل بالتضخم والاقتراض، إلا أنه اشترط أن يكون العجز المسموح به هو العجز المنظم والمقصود وليس العجز العشوائي. لذا فقد طالب العديد من الفقهاء أن تلتزم الدول في تمويل الموازنة بالعجز بإمكانياتها. فالدول المتقدمة يملك جهاز الإنتاج المرونة الكافية التي تمكنه من تمويل العجز، تمويل الموازنة بالعجز، إلا أن الدول النامية جهاز الإنتاج يتسم بالجمود، وبالتالي لا يمكن الركون إلى العجز كأداة علاج بالأساس، وإنما مطلوب منها جذب استثمارات ووسائل أخرى غير التمويل بالعجز. أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تقديم عرض مبسط للمبادئ التي تحكم الموازنة العامة، وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص دعائي بالسلامة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.